ينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمد شتا خبير تكنولوجيا النقل والسيارات. استاذ محمد برحب بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ محمد. الحقيقه بنتكلم على فكره هذا المؤتمر المهم ومؤتمر وسائل النقل الذكي اللي بيقام تحت شعار توطين وصناعه النقل في مصر. والحقيقه فكره الصناعه في مصر دي فكره مهمه جدا. نستطيع ان نقول يا استاذ محمد ان احنا يعني اصبح عندنا صناعه للنقل في مصر في هذه الفتره تحديدا، ونسوق ايضا لعدد من المنتجات الخاصه بالنقل في مصر. طبعا احنا شايفين بقالنا كذا سنه ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا مهتم جدا بتطوير منظومه النقل في مصر، وبالتالي طبعا دي جزء او خطوه من خطوات الخطة الكاملة، هي توطين صناعات المكونات وأيضا صناعات العربات بكافة أشكالها، سواء كانت عربات القطارات أو عربات المونوريل أو المكونات بتاعة العلامات الاسترشادية أو حتى الأجهزة الإلكترونية. ودي طبعا نقطة مهمة جدا، وطبعا جزء من المنظومة المتكاملة لتطوير منظومة النقل بشكل عام ومنظومة النقل الذكي بشكل خاص، لان هو ده طبعا المستقبل زي ما حضرتك والسادة المشاهدين عارفين، ان طبعا الاهتمام بكل ما هو ذكي سواء في التنقل نفسه او في طريقة الحجز، وطبعا من حيث الامان والسلامه، فدي طبعا حاجات مش بس مفيده جدا بالنسبه للصناعه في مصر، ولكن طبعا مهمه جدا بالنسبه لتوفير العمله الصعبه في الوقت الحالي اللي احنا طبعا عندنا فيه ازمه، وكمان علشان تكون هناك فرص في تصدير هذه المكونات في الفتره القادمه لكافة الدول، سواء الدول المجاورة أو الأسواق الأخرى الكبيرة مثل أوروبا وأمريكا وغيرها. نعم. طيب أستاذ محمد، بنتكلم على الحقيقة فكرة المشاركة الدولية الموجودة من عدد من الدول، في 23 دولة مشاركة و400 شركة عارضة من أبرز الأسماء اللامعة في مجال النقل الدولي، وده الحقيقة بيؤكد نجاح هذا المعرض قبل بدءه أيضا. هو طبعا قبل ما بيأكد نجاح المعرض هو بيأكد أهمية مصر كبلد وكسوق على المستوى العالمي، وده طبعا شيء مهم جدا لسبب ان احنا عندنا اي مستثمر هيجي هيبص على السوق المصري هيلاقي ان في فرص استثمارية واعدة وكويسة جدا، وطبعا عندنا 100 مليون او اكثر من يعني ما بين 100 و 120 مليون مصري حابين او مضطرين ان هم يتنقلوا من مكان لاخر، وبالتالي طبعا ده بيخلي كل الشركات العالميه سواء الشركات المصنعه للقطارات او للصناعات المغذيه بتاعتها ان هم يكونوا مهتمين بالتواجد في مثل هذه المعارض حتى يتسنى لهم الفرصه للاستثمار في مصر، وطبعا خلق فرص عمل، وكمان طبعا هم يستفيدوا من تواجدهم في السوق عندنا في مصر. نعم. طيب في ايضا على هامش المعرض ده برضه استاذ محمد مخصص معرض لساحه الابتكار، وده طبعا بيجذب الابتكارات الخاصه من الجامعات المصريه من المدارس المصريه لتبادل الخبرات، ويمكن نلقي الضوء على النماذج الناجحه من الابتكارات وممكن محاوله تمويلها وتنفيذها على ارض الواقع. والحقيقه هذا المجال بيشهد تنميه كبيره في مصر في الجامعات وفي حتى بعض الشباب من المدارس بارز بشكل كبير يعني. طبعا الابتكار العلمي طبعا من اهم الحاجات في تطوير اي صناعه، طبعا الصناعات الثقيله هذه طبعا بتحتاج R&D مكلف جدا او ما يسمى بالريسيرش اند ديفلوبمنت، ولكن هي طبعا فرصه كويسه جدا ان الشباب المصري اللي عندهم يعني عندهم اهتمام وعندهم الشغف بالعمل في هذه الصناعات ان هم يطوروا من الافكار بتاعتهم، وطبعا يكون في نوع من انواع الاحتكاك مع هذه الشركات العالميه وتبادل الخبرات، وطبعا دي بتدي فرص ان الشباب دول ان هم كمان ممكن يروحوا ومش بس يدرسوا ولكن يشتغلوا
في لفترات في هذه الشركات العالمية لاكتساب الخبرات، وبعد كده طبعا العودة إلى مصر مرة أخرى لتطبيق هذه الخبرات هنا في مصر، وطبعا وبالتالي طبعا هيستفيد منها هؤلاء المصريين بعد كده هنا في مصر في الشركات المصنعة المصرية، ودي طبعا حاجة مهمة جدا. وأتمنى إن يكون في اهتمام، يعني في ألمانيا على سبيل المثال حد لحضرتك مثال بيعملوا مش بس هذه الفعاليات للشباب اللي هم في الجامعة أو اللي اتخرجوا من الجامعة، ولكن حتى في للشباب اللي هم لسه الطلبة اللي هم لسه في الإعدادي بيعملوا لهم حاجات زي اليوم المفتوح في المصانع المختلفة، وحتى في أيام معينة للبنات فقط علشان كمان يعني يشجعوا البنات على الدخول في هذه الصناعات اللي هي معروفة طبعا إن بيكون فيها الذكور هم المهتمين بها أكثر. وطبعا دي بتدي فرصة إن الشباب من وهم لسه في سن الإعدادي على سبيل المثال إن هم يشوفوا كيفية عمل هذه المصانع وهذه الشركات علشان يعني ينموا عندهم الاهتمام بهذه الصناعة. وأعتقد طبعا دي نقطة مهمة جدا ويجب الاهتمام بيها في الفترة اللي جاية، لسبب ان طبعا المستقبل هو للشباب، واحنا طبعا محتاجين ان احنا مش بس ان يعني ننمي عند الشباب بتوعنا الاهتمام بكل ما هو مفيد ليهم، وكمان يعني مش بس كل ما هو مفيد للدولة والصناعات المختلفة، ولكن كمان بما هو مفيد ليهم حتى يهتموا بشيء ذو قيمة يقدر يفيدهم بعد كده لما يكبروا ويتخرجوا ويبتدوا يشقوا حياتهم في مصر. نعم. طيب عايزين برضو نتكلم على التحسين الكبير أستاذ محمد من فكرة الطرق وتقليل الحوادث والارتقاء الواضح جدا بمستوى الطرق المصرية ووسائل النقل الجماعي أيضا. طبعا بلا شك منظومة الطرق في مصر شهدت تطور كبير جدا 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 على مدار السنين اللي فاتت، وطبعا كل الناس سواء المصريين المقيمين في مصر او المصريين المغتربين اللي بيجوا زيارات في مصر او حتى الاجانب نفسهم اللي بيجوا مصر او القاهرة على فترات متباعدة كلهم بيشيدوا بدون استثناء بالطفرة الكبيرة اللي حصلت في الطرق واللي بتحصل كل فترة كل كام شهر تلاقي فيه طرق جديدة تم افتتاحها او كباري جديدة تم افتتاحها وعملت سيولة كبيرة جدا في المناطق اللي اقيمت فيها، وطبعا ده شيء مهم جدا. ولكن لازم نقطة مهمة جدا تهتم بيها الدولة والهيئات والجهات المختصة، وهي تطوير منظومة الأمان والسلامة للسيارات التي تستخدم هذه الطرق، لسبب بسيط جدا. أنا لما يبقى عندي طرق كبيرة وطرق واسعة وطرق جديدة وتسمح باستخدام السرعات الأعلى شوية اللي ممكن توصل ل 100 أو 120 كيلومتر في الساعة، لازم في نفس الوقت إن أنا أطور إمكانيات ووسائل الأمان والسلامة اللي موجودة في السيارات واللي بيتم سواء السيارات اللي بيتم استيرادها من الخارج سواء من الصين او من الهند او من الدول النامية او حتى السيارات التي بيتم تجميعها، وانا بتكلم خصوصا على السيارات الاقتصادية والسيارات اللي تحت المتوسطة وسيارات النقل وسيارات نقل الافراد او سيارات الميكروباص والاتوبيسات. طبعا وحضرتك تتذكر اكيد الحادثة اللي حصلت من كام يوم على الطريق الصحراوي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، والتي راح ضحيتها طبعا اعداد كبيرة جدا من الناس بسبب الطبورة، وده طبعا بسبب نقص وسائل الامان والسلامة في هذه السيارات. على سبيل المثال جهاز التوقف الاضطراري اللي هو بيسموه الامرجنسي بريك اسيست على سبيل المثال، وده لما بتكون في حادثة قدام العربية بتوقف العربية بشكل ذاتي، ودي حاجات مهمة جدا لازم تكون في العربيات في الفترة اللي جاية، ولازم تكون من المواصفات والتجهيزات الأساسية لكل السيارات سواء سيارات اقتصادية أو سيارات متوسطة. طبعا السيارات اللي فوق المتوسطة والسيارات الفردية فيها كل الأجهزة الأمان دي بتنزل كتجهيز أساسي.
ولكن انا يعني اتمنى ان الحكومه تقوم في الفتره القادمه بتطبيق التجهيزات الاساسيه مثلما هو الحال في الاتحاد الاوروبي. والموضوع بسيط جدا، مش محتاج اي مجهود، لسبب ان 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 خساره، وحرام طبعا ان احنا يبقى عندنا هذه الاستثمارات الكبيره جدا في منظومه الطرق، ولكن السيارات التي تسير فوق هذه الطرق ما بين قوسين لا تصلح للاستخدام على هذه الطرق، وطبعا بتكون السبب في الحوادث الكثيره وعدد الضحايا اللي موجوده في الحوادث، وبالتالي طبعا بتقلل من فائده هذه الطرق بشكل كبير. اشكرك جدا استاذ محمد شتا، خبير تكنولوجيا النقل والسيارات، شكرا جزيلا لحضرتك.